في زيارة ميدانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبدعوة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، زار اليوم السيد الرئيس مركز قاعدة البيانات داتا سنتر التابع للسلطة، حيث كان في استقباله كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام. أشكركم سيد الرئيس على تلبيتكم دعوتنا لحضور معنا عملية محاكاة مباشرة مع ممثلينا في التنسيقيات الولاية، حتى يعني تطلعونا على جانب من ما استعدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعدادها لهذا الانتخاب إن شاء الله الاقتراع يوم 12 جوان. وكانت هذه الدعوة الموجهة إلى سيادتكم يعني مبنية أساسا عن قناعتنا الراسخة بصهركم كضامن لتطبيق الدستور، وبما أن السلطة الوطنية المستقلة مؤسسة دستورية مكلفة بمهمة مصيرية بالنسبة لبناء دولة المؤسسات، فرأيت أنه من الضروري أن يكون السيد الرئيس واقفا بجانبنا في هذه المرحلة الحساسة في بناء الدولة الجزائرية. ثم السيد الرئيس الجانب الثاني الذي يعني دفع بي بكل اطمئنان لتوجيه لسيادتكم هذه الدعوة، أن السلطة المستقلة مستقلة من حيث هي، ولكنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، والسيد رئيس الجمهورية كضامن للدستور ضامن أيضا لاستقلالية هذه السلطة، ومن حقه ومن واجبنا إحاطته علما بما وصلنا إليه من مجهودات ومن تجهيزات ومن إعداد لنجاح هذه العملية. ثم أيضا طالعنا سيد الرئيس من خلال الإجراءات التي وضعناها أن مسألة الغش في الانتخابات ومسألة الكوطات في الانتخابات أصبح من الأمور المستحلة، يعني أصبحت من فعل الماضي. كان ذلك في الجاهلية. كان ذلك في الجاهلية صدقتم سيد الرئيس، والحمد لله إن شاء الله بعزائم الرجال المصلحين وعلى رأسهم أنتم سيد رئيس الجمهورية وكل المصلحين الذين سخرهم الله في خدمة هذه البلاد إن شاء الله نقضي على هذه الظواهر. والآن هم المجاهدين الذين هم في حقل الميدان ينظرون إلينا، فلربما ستسمعون تدخل أحدهم أو اثنين منهم فقط رمزيا حتى يعني يكون لهم الدفع بأن السيد رئيس الجمهورية كضامن وكحامل الدستور أنه أيضا بجانبهم في هذا العملية الحساسة لبلادنا. السيد الرئيس استمع إلى شروحات حول التحضيرات الأخيرة تحسب الموعد الانتخابي، حيث أكد أن أعضاء السلطة صمام الأمان لضمان انتخابات نزيهة الفاصل فيها صوت الشعب. أنا شاكر لك الدعوة. والله إلا كان في صالحك صالح البلاد في صالح الجزائر. نشوف لما نشوف على مستوى الولايات هذه الجاهزية وهذا الالتزام، أولا بالنزاهة، ثانيا بالالتزام ما سطرناه احنا في الدستور وفي غير الدستور على إدخال البلاد في مرحلة جديدة من الانتخابات، لكل صوت
عنده قيمته. والمواطن حقيقة ربما تصرفات سابقة خلته يظن، وجرات إشاعات هكا أن فيه كوطة ما كوطة ما، يعني الناس تعودوا. لحال هذه فرصة باش ربما شرحوا للناس باللي ما فيه لا كوطة ولا يحزنون. اللي أعطاه الصندوق أعطاه، اللي ما أعطاه الصندوق الله غالب. هذا قرار الشعب، قرار سيادي، كل صوت عنده قيمته. والله أعتقد أن أنتم راكم ملتزمين على أساس أن ما يضيعش ولا صوت واحد من أصوات المواطنين. أتمنى إن شاء الله هذه فرصة أولى تعطى للشباب المثقفين وغير المثقفين، فرصة تعطى الناس المستضعفين ماديا، لأنها أول مرة اللي نفرض برضو تكون فيه في حالة ما اختراق القانون، قانون الانتخابات واضح فيما يخص استعمال المال، بالأخص المال الفاسد ولا غير فاسد. إذن هذه تحمي الناس اللي يفوتوا التمثيل الحقيقي اللي حبوا الشعب، هذا هو، مش بالفلوس ولا بهذه ولا بهذا. إن شاء الله كل حال تنظيم تاعكم انتم وصل درجة تجربة موصل إتقان بالتقريب دعوة. شوف يعني العناصر كلها أغلبها شباب وأغلبها، الله يعاونكم. مهمة ماشي سهلة، ماشي سهلة. راكم صمام أمان، صمام أمان بالنسبة للثقة اللي باش يوضعها المواطن مستقبلا في مؤسساته. نبدو بالمؤسسات التشريعية، وعن قريب إن شاء الله من بعد للبلديات والولايات اللي هما ربما أقرب لليوميات المواطن. كذلك تكون عندكم تجربة أكثر إن شاء الله، ونوصلوا للرسالة. رسالتنا هذه هي إن شاء الله. هذا ونحن قاسمنا على ذلك بعدكم سيد الرئيس. الله يجازيك، بارك الله فيك. سيد الرئيس. شكرا.